وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، يعني الرئيس السيسي وجه خلال اجتماع للمجموعة الاقتصادية باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من إجراءات عملية الاستيراد، برأيك إلى أي مدى يمكن لهذا القرار أن يسهل عملية الانتاج؟ الواقع في البداية طبعا نحن نشهد متابعة دقيقة بالإجراءات الحكومية اللي بتقوم بها الدولة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحاور اللي بتتعامل مع تداعيات الأزمة التي بيمر بها العالم وبيتأثر بها بطبيعة الحال الاقتصاد المصري. ولكن اللافت للنظر هو توجيه السيد الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من القيود المتعلقة بأن تقتصر الواردات منها على نظام الاعتماد المستندي والقبول بمستندات السداد. هذا الأمر له رسالة، ورسالة مهمة جدا، أن الدولة المصرية لديها هامش حركة تستطيع أن تتعامل معه، فهي في الوقت اللي بيكون لديها خطة للتعامل مع الأمور في كافة محاورها، إلا أنها لديها هامش حركة يمكن أن تكون فيه مرنة وتستجيب للمطالبات التي طالب بها المستثمرون دون أن يؤثر ذلك في محاور المالية العامة المصرية. الاجتماع أكد على أن الدولة المصرية كان هناك أمور إيجابية حدثت للاقتصاد المصري خلال فترة من يناير لمارس، حيث ارتفعت حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ارتفعت كميات التصدير، وتم فتح أسواق جديدة للمنتجات غير البترولية، كان هناك زيادة في إيرادات قناة السويس وعائدات السياحة وتحولات المصريين بالخارج. كل ذلك يؤدي إلى أن الرسالة تكون أن الدولة المصرية تتعامل مع التداعيات الحالية بصورة تتسم بالأريحية. هي بتعمل وبتعمل بكل جدية، ولكنها ليست في موقف صعب، الموقف مرن، هناك مرونة، هناك استجابة من السيد الرئيس، وهذا الأمر الذي يعني أن صوت المستثمرين يصل إلى أعلى قمة في الدولة إلى السيد الرئيس، وأنه يستجيب إلى مطالبهم، وأنه ينبه ويوجه الحكومة بأن المستثمر المصري يستحق الرعاية وأنها تستجيب لمطالبه طالما كانت في الإمكان. نعم، أيضا في رؤيتك ومتابعتك لإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، هناك توجيه أيضا رئاسي بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عضوية محافظ البنك المركزي، وزيري المالية والتجارة، كل ذلك لمتابعة منظومة إجراءات الاستيراد وأيضا مدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. ولكن تقييمك إلى أي مدى يمكن أن يدفع ذلك بعملية الإنتاج إلى الأمام؟ يعني عايزين نقول أن الخطط موجودة، وكل يعني أعضاء اللجنة هم بيعملوا، ولكن فكرة أن تكون هناك لجنة مشكلة في هذه المرحلة ده معناه أن هناك تنسيق سريع يتناسب مع طبيعة الأحداث. منظومة الصادرات والواردات هي من المنظومة المهمة جدا، حيث أنه من المهم أن نرفع الصادرات المصرية، ورفع الصادرات ورفع معدلات الصادرات المصرية هو أمر من الأمور المرتبطة أيضا باستيراد مستلزمات الإنتاج، والتفرقة ما بين ما هو من ضمن مستلزمات الإنتاج ومن ضمن أن يكون أن السلع الاستفزازية أو السلع الرفاهية. هناك متغيرات وهناك أمور تحتاج إلى اتخاذ قرارات من جهات متنوعة، ووجود لجنة تتابع الأمر عن كثب وبصورة دورية وسريعة أتصور أنه هيكون له دور إيجابي جدا في تحقيق المستهدفات في هذا الملف وحل أي مشكلة ممكن أن تطرأ. دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفين، شكرا جزيلا.